مصطفى مدرب الدفاع الحسني الجديد لكرة القدم. تحدثنا عن حصيلة الدفاع الحسني الجديد خلال المرحلة الأولى من البطولة. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم الأول. يمكن الدفاع الحسني الجديدي في الشطر الأول من البطولة، أنا أعتقد الحمد لله وسط كل الظروف والمشاكل اللي حصلت من أول السنة لحد وقتنا هذا، الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس. الحمد لله عندنا 21 نقطة، الحمد لله الحمد لله ما حصلش شرخ كبير بين الكابتن حسن وبين توليتي المسؤولية. بتعرف أي مدير فني بحجم كبير زي اسم الكابتن حسن لما بيمشي بيبقى في بعض المشاكل وفي بعض الأمور في طريقة اللعب، اللعيبة، التعامل، ولكن الحمد لله ما حصلش شرخ كبير جدا. الحمد لله مشينا بشكل كويس. ببارك للجمهور الدفاع الحسني وإدارته والنادي ككل. في 2014 خد أحسن، أعتقد دي حاجة تتحسب لي أنا كمان وتحسب للكابتن حسن، لأن إحنا كنا موجودين في سنة 2014. يمكن الحمد لله أنا أتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية أتمنى أن تكون خير، لأن إحنا استحملنا كتير جدا كجهاز وكلاعبين كحتى إدارة مع الشركات اللي موجودة، لأن المادة مهمة جدا في عالم كرة القدم. الاحتراف مهم جدا، عندنا لعيبة في مستوى عالي جدا ولعيبة أي فريق في المغرب، مش المغرب بس، حتى في الوطن العربي كله يتمنى أن هم يبقوا موجودين معاه. مش عايز أقول أسامي، لعيبة كتيرة جدا وكل الجمهور عارف كده كويس قوي. اتمنى ان احنا نحافظ عليهم، لان هم دولت اذا كنت بتفكر ان انت تلعب على بطوله السنه الجايه، لان انت ما تقدرش تقول دلوقتي، انا ما اكذبش عليك، ما تقدرش تقول ان انت تلعب على بطوله دلوقتي وان انت تاخد بطوله. كل اللي انا اقدر اقوله ان اول اربع خمس ماتشات تقدر تقول انت رايح فين في الشطر الثاني، هل تلعب على بطوله، هل تكمل بشكل كبير، هل تلعب عشان تلعب في الشامبيونز ليج السنه الجايه. ده طموح انا كطارق مصطفى، وده اللي بحاول ابرزه في لعيبتي. واللعيبه الحمد لله انا بشكرها جدا الفتره اللي فاتت في كل الظروف اللي حصلت ديت، وهم مستحملين كتير جدا. وهاني انا دايما بقول لهم خليك انت لعيب دايما، يعني مشاكلك خليها بره الملعب. بحب اللعيب معايا يصفي ذهنه ويصفي، يعني يجي اللعيب مستمتع. انا بحب لعيب الكوره بتاعي يجي مستمتع بالتمرين، يجي مستمتع بالمباراه عشان يقدر يؤدي بشكل كبير جدا. هيجي في دماغه فيها مشاكل هيتصاب وهيبعد، ولو بعد هتبقى مشكله بالنسبه له، وفي الاول والاخر هو الخسران. اتمنى حاجه اخيرا، جمهور الدفاع الحسني الجديدي ببارك له، لان هو جزء رئيسي في سنه 2014 والحصول على كاس العرش، ان هو يتحقق الانجاز اللي حصل للنادي كله. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هم الفتره الجايه الجزء الثاني ده والشطر الثاني او الدور الثاني زي ما احنا بنقول في مصر، دورهم مهم جدا. الجمهور عامل ايجابي كبير جدا للحفاظ على العديله، الحفاظ على اللعيبه ان هي ما تغادرش بتشجيعهم ليهم في الملعب. لعيبه الدفاع الحسني محتاجين دي، وانا كمان والجهاز الفني محتاجين دي، لان هي ده العامل الايجابي اللي احنا بنلعب عليه الفتره الجايه. عندنا مباراه ان شاء الله اتمنى من ربنا يوفقنا فيها، لان هي مهمه جدا وتحطك زي ما بقول اول اربع خمس ماتشات بعد مباراه الجيش، تقدر انت تقول في الاربع خمس ماتشات دول انت تكمل بشكل عامل ازاي في البطوله الاحترافيه. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقنا ونكون عند حسن الظن، ونتمنى من الاداره ان شاء الله، ان هي الفتره اللي فاتت بتحاول كتير جدا، ولكن بيبقى ساعات الظروف بتبقى غصب عنهم. استحملنا كتير جدا من شهر 7 واحنا مستحملين، هانت يعني. انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الشهر ده يكون شهر خير علينا في نتائجه وفي الناحيه الماديه وفي تجديد اللاعبين. ده اللي كنت بتمناه ان شاء الله في سنه 2015. يا استاذ طارق، سمعنا كثيرا، قرانا كثيرا في وسائل الاعلام المصريه حول امكانيه التحاق طارق مصطفى بالزمالك المصري، ما صحة الخبر؟ لا، هو الخبر صحيح، ونادي الزمالك ده طبعا نادي يعني بيتي انا اتربيت فيه، ونادي الزمالك اللي عمل اسم طارق مصطفى، وبالتالي ان نادي الزمالك دي مش اول مره يتكلم طارق مصطفى، يعني الحمد لله الحمد لله الاسم بيتردد. ده لي اكتر من 3 سنين اسم بيتردد الحمد لله للسمعه الطيبه اللي انا عملتها في مصر مع كابتن طارق يحيى، وده الحمد لله لكل مجتهد نصيب. ربنا بتجتهد وبتتعب وبتأدي دورك، فربنا اكيد بيجيب لك الخير. ولكن انا الحمد لله برضه في الدفاع الحسن انا مستريح، وحابب النادي وحابب المكان وحابب الجمهور وحابب اللعيبه وحابب اداره النادي
ولكن كرة القدم زي ما أنا قلت وأنت متفقين معايا من أول يوم أنا اتكلمت فيه في المؤتمر الصحفي حتى في وجود الكابتن حسن، قلت كرة القدم أو النجاح بيعتمد على مثلث، المثلث دوت هو إدارة، هو جهاز فني، هو العبيد، بيكتمل المثلث كل واحد عنده جزئية تخصه في شغله، الإدارة الناحية المادية لازم تكون متوفرة، الناحية الإدارية لازم تكون متوفرة، ازاي تنظم مباريات، ازاي انت تعمل معسكرات، ازاي انت تقول الحاجات دي كلها، الجهاز الفني لازم يجتهد ولازم يشتغل ولازم يكون عارف ايه الدور اللي ليه وايه اللي عليه، اللاعبين نفس الشيء عندهم دور مهم جدا في الملعب ولكن كله بيكمل بعض، فانا يعني الحته دي اتكلمت فيها كتير، واتمنى ان شاء الله الشهر ده اتمنى على حسب كلام المسؤولين ان هي ان شاء الله تكون الامور ان شاء الله خير باذن الله. بالنسبه للاعبين الذين اشترطت خلال التقرير الذي قدمته للمسؤولين التجديد والتمديد لهم، ما زال المكتب المسير لم ينفتح مجالسه في هذا المسألة. أنا عايز أقول نقطة مهمة في النقطة دي، والجمهور يبقى عامل إيجابي فيها جدا، لأن اللاعبين أنا اتكلمت معاهم واللاعبين الحمد لله في حب وفي احترام ما بيننا، وهم حابين الدفاع الحسن الجديد، مش عشان طارق مصطفى موجود، ده هم بقى لهم فترة كبيرة جدا، ولكن حابين انهم يكونوا موجودين بشكل كبير جدا، اذا كان زهير العروبي او اذا كان زكريا او اذا كان بكر او اذا كان اسامه الغريب، حتى هشام، حتى عادل، حتى الناس اللي بتنتهي عقودها السنه دي، دي ناس اعتقد بتلعب لغايه دلوقتي وبيلعبوا اساسيين مع انهم يعني انا قلت لازم يبقى في ميزانيه للنادي بتحددها النادي، اداره النادي بتحددها، والميزانيه لازم الكل يمشي عليها، انا بحدد الميزانيه، بحدد اهدافي من اول السنه انا محتاج ايه، بحدد اللاعبين، لازم اللاعبين يبقى فيه ثلاث فئات، وانا اتكلمت مع رئيس النادي الاستاذ سعيد وقلت له لازم يبقى فيه ثلاث فئات، الفئه الاولانيه اللي هو الناس اللي لعبت منتخب، الناس اللي هي لعبت في الجديده ليهم اسم في الجديده، الناس اللي بيلعبوا اساسيين، دي فئه اولى، دي لازم تقدر بثمن انت بتحدده كنادي حسب ظروفك الماديه، الفئه الثانيه الناس اللي هي بتيجي من بره، الناس اللي هي بقى لها سنه بتلعب او سنتين اللي هم ما بيلعبوش منتخب، اللي هم يعني في حاجات كده، الفئه الثالثه الناس اللي طالعه من الناشئين زي بشعيب، زي عمر، زي الناس اللي بتاعت الدودي اللي جاي من يعني في دي الفئه الثالثه، فبالتالي انت بتحفز اللعيب عشان يبقى فئه ثانيه، بتحفز اللعيب الناشئ ده عشان يبقى فئه اولى، اللعيب اللي يعني في امور كتيره جدا انا اتمنى ان انا اساهم ان انا اعملها واحط سيستم، طارق مصطفى موجود، طارق مصطفى مش موجود، لان انا حبيت المكان، فبتمنى ان دي، لان هيصعب عليا جدا او هيصعب عليا قوي ان انا اشتغلت في مكان ولا المكان ده فتحت في مش موجود على الساحه، صدقني انا حبيت الناس هنا، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا استمر في النجاح اللي انا او الهدف اللي انا حطيته. انا ارجع لك تاني نقطه الزمالك عشان كلام كتير عليه اول فتره اللي فاتت ديت، حتى النهارده حتى امبارح، زي ما بقول لك انا نادي الزمالك اتربيت فيه وكل حاجه، ولكن انا برضو بحب المكان هنا، وصدقني انا احترمت عقدي وجيت، ما مشيتش عشان محدش يتكلم عن المصريين بشكل مش كويس، وقلت ان انا حتى لو انا زعلان او ان انا مش هاجي، لان الكلام اتقال كتير جدا لما سافرت، اتقال بشكل مبالغ فيه جدا ان طارق مش هيجي تاني، وان طارق بلغ ناس وقال مش هيجي، لا الكلام ده مش صحيح، انا حتى لو انا قلت في المؤتمر الصحفي وانت موجود على طول، قلت ان انا حتى لو مش ناوي اكمل هاجي وهقول للناس كلها، لان زي ما دخلت باحترام وزي ما دخلت وان انا بعقد وان انا الكلام ده، هكلم الناس باحترام وهبلغ الجمهور اللي ساندني وهبلغ الاعلام اللي ساندني وهبلغ اداره النادي اللي واثقت فيا، وهقول يا جماعه انا مش هقدر اكمل وهمشي بشكل محترم عشان الامور تفضل ما بيننا محترمه بين المغاربه والمصريين على الاقل، مش ما بين طارق وما بين النادي. ممكن واحد نقطه اساسيه بس هو مساله العقد، الان ما زال الدفاع الحسن الجديدي لم يوقع او لم توقع معه عقد بشكل رسمي، اين وصلت هذه المساله؟ هو يمكن كانت في جلسه امبارح بيني وبين الاستاذ سعيد رئيس النادي واتكلمنا في حبه امور، ولكن انا قلت نجاح المدرب لازم القماشه، احنا بنقول عليها القماشه اللي هي اللاعبين، لازم تكون اللاعبين في حاله كويسه ماديا نفسيا، الاداره الامور في التزام وفي نظام في سيستم انت ماشي بيه، في هدف من اول السنه لاخر السنه، فانت تبقى عارف انت عامل ايه، انا ما بحبش امشي اليوم بيومه، فلازم يبقى في احساس بالجزئيه دي. انا يعني كطارق مصطفى انا اتفقت معاه على شويه بنود، هو انا خدت منه كل اللي هو عايزه
وقلت له أنا أهم حاجة عندي زي ما أنا كتبت في التقرير كده، لأن أنا من غير هؤلاء اللاعبين أعتقد الأمور هتبقى صعبة، لأن زي ما قلت لك لاعبين مطلوبين في المغرب، ومع احترام اللاعبين في المغرب قليلين جدا لما بتلاقي عدد كبير من اللاعبين موجودين موهوبين في فريق. أنا الحمد لله عندنا عدد كبير جدا في الدفاع الحسن الجديد، زي ما قلت قبل كده ان انا كل ما بتفرج على مباراه للفريق بيلعبوا فرقتين بيلعبوا بعض، اذا كان الفاتحه او اذا كان الكوكب او اذا كان الرجاء او اذا كان الوداد او اذا كان اي فريق في القسم الثاني حتى، او بتفرج على المباراه بقول اللعيب ده عاجبني اللعيب ده نجيبه، فبيقولوا لي ده كان موجود في الدفاع الحسن الجديد. يعني الدفاع الحسن الجديد مميز جدا بوجود لاعبين موهوبين وبيطلع، ودي ميزه في نادي اعتقد مش موجوده في انديه كتير في المغرب. ده كنز، انت عندك كنز فلازم تستغل الكنز، اذا كنت عايز تلعب على بطوله فلازم تحافظ على الكنز اللي عندك بل بتزوده. عندنا الحمد لله بشعيب موجود السنه دي، انا طلعته في الفتره دي، عمر موجود برده، وعندنا 2-3 لعيبه انا بطلعهم بيتمرنوا. يعني عندك ما عندكش، ولكن انت محتاج من تحت تحط سيستم، تحط هدف، يبقى عارف ما يبقاش مجابله في الشغل. انا ما بحبش اجامل في شغلي، هم اللاعبين كلهم عارفين كده، اللي بيجتهد وبيتعب بيكون موجود في الملعب. انا بشوف اللي انا من رؤيتي او من خبرتي او الحمد لله ربنا مدي الواحد، يعني عايز اقول جزء من الموهبه ان هو بيقرا كويس قوي، فانا اتمنى ان هي تستمر، وان هي اللعيبه سهل جدا ان انت تاخد بطوله، وسهل جدا ان انت تعاني لاخر الموسم وتفضل موجود تحت لا قدر الله. فدي كلها مرتبطه ان احنا المنظومه كلها تكون مكتمله. في كلمه حره جمهور، نتمنى الجمهور الفتره اللي فاتت زي ما قلت لك انا ببارك لهم ان هم كانوا سند رئيسي في 2014 مع بن شيخه، وببارك له برضه لانه جزء كبير جدا من اللي حصل. نفس الشيء كابتن حسن شحاته برضه لما كان موجود، برضه ده كله يتحسب للناس الموجوده، بيتحسب للجمهور، بيتحسب لاداره النادي، بيتحسب ليكم كاعلاميين، بيتحسب للاعبين اللي كانوا موجودين ومشيوا، واللاعبين اللي موجودين النهارده. نتمنى الجمهور يحضر بكثافه، اتمنى ان الجمهور احس انه متكاتف الفتره الجايه ديت على الاقل اول 4-5 ماتشات، لان دورهم مهم جدا، وهم انا بقول لهم هيبقى عامل ايجابي جدا للعيبه ولينا ان شاء الله في حماسهم للعيبه وتشجيعهم للعيبه طوال ال 90 دقيقه ان شاء الله. شكرا لك.